الدستور عمل كبير بيقتضي أنه الشعب يكون فاهم هدفه، فاهم فلسفته، فاهم غرضه وراء الحكم، لأنه بطبيعة الحال الاستقلال ما هو غاية في ذاته، الاستقلال وسيلة للحرية. أنت بتحارب الاستعمار لأنه الاستعمار ما بديك فرصة لتكون حر. لما نيجي الاستقلال، إذا كان الاستقلال ما واعي برضو ما راح يصل للغاية اللي بتحقق لك الحرية. الاستعمار قبل بهدف مخطط بتغول على حريتك وينقص من تعليمك ومن صحتك ومن اقتصادك، بيعيش على اقتصادك، بيعيش على استثمارك واستغلالك، ولذلك ما بيديك فرصة لأن تكون حر. لما أنت تطلب الاستقلال ما بتطلب الاستقلال في ذاته، بتطلب الاستقلال لتكون حر، والحرية بتتمثل في الرخاء والعلم والحرية اللي بتدخل في بيت كل مواطن. إذا كان الاستغلال ما حقق دي، هو صورة من الاستعمار برضو. تغيرت الوجوه لكن ما تغير التخطيط ولا تغير التنفيذ ولا تغير التشريع. وأنا أفتكر دي واضحة عندنا نحن في مرحلتنا الحاضرة، أن نحن بنحكم وبنسير وفق الأوضاع الاستعمارية بصورة تكاد تكون امتداد لعهد الاستعمار. السبب في ده أننا في حركتنا الوطنية ما نعرفين كيف نحقق الحرية بوسيلة الاستغلال، لأنه أحزابنا ما كانت عندها فلسفة ولا برمجة ولا دراسة. الأحزاب ما عندها فلسفة ولا برمجة ولا دراسة ما بتستطيع أن تضع الدستور، لأنه الدستور عبارة عن صياغة أمل الأمة لقدام. المثل الأعلى اللي عايزاه الأمة تحققه باستقلالها بنعكس في الدستور في مواد محددة ومصوغة صياغة قانونية. إذا كان الناس ما عارفين الحاجة اللي عايزينها، ما عارفين الطريق لما يريدون وراء الاستغلال، ما يمكن أن يكون في دستور. أنا أكد لكم أنه ده السبب الأولاني في أننا ما قادرين نضع دستور. السبب الثاني الكلام على الدستور الإسلامي. الدستور الإسلامي زي حمى محمي، الناس اللي بيحوموا حوله وما يصيبوه بيكونوا مدفوعين عنه بعوامل خفية من التدبير الإلهي، خصوصا في بلدنا ده. كل محاولة عن الدستور الإسلامي قاصرة تمش تلقاها أنها معوقة، لغاية الآن تلقى الاتجاهات للدستور الإسلامي لكن لأنه الناس ما عارفينه، لأنه في ناس عنده النوايا السيئة لاستغلاله وربنا دافع عنه. دي النقطة الثانية الخلة الدستور ما ينكتب عندنا، ومش راح ينكتب الدستور ده ويمر إلا إذا قامت الفكرة الصحيحة لوضعه. الدستور السودان الدائم هو الناحية الإيجابية من كلامنا. نحن الجمهوريين عندنا كتاب عن أسس دستور السودان، طبع للمرة الثانية، صدر لأول مرة في سنة 1955. تنقص هذه الأسس إلا الصياغة القانونية، هو كأنما مذكرة تفسيرية لأسس دستور السودان. من رأينا أننا نحن نبدأ نضع في مواد، وأسس دستور السودان المقدم هسع ومقدم من سنة 55 هو الدستور الإسلامي، لكن نحن الجمهوريين ما نحب أن نسميه دستور إسلامي، لأننا ما بنسعى لإقامة حكومة دينية. في خطأ كبير جدا في الاتجاه لإقامة الحكومات الدينيات. الحكومة الدينية ما ممكن يكون فيها فرصة للناس ليساووا. الحكومة الدينية بالصورة اللي بنعرفها بتقوم على العقيدة، العقيدة فيها تمييز بين الناس، العقيدة ما بتجمع بين الناس، والناس الغالبين على أمرهم دائما في العقيدة بيميزوا عقيدتهم، وده أمر جرت به الأوضاع في التاريخ. نحن عندنا المؤمن والذمي ما هم زي بعض. الناس اللي بيدعوا إلى الإسلام وما يدخلوا الإسلام إلا بعد ما نحاربهم، إذا كان دفعوا الجزية مثلا أو استرقيناهم، وضع من وضعين أحلاهما مر. الإسلام بيعرض على الإنسان
ليدخل فيه طايع مختار، إن دخل بيكون مساوي للمؤمن، مساوي للمسلم. إن دخل فيه بيكون له ما للمسلم وعليه ما على المسلم. إن رفض بتجي الدرجة الثانية اللي هي الجزية، أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، يعني يتنازل عن كرامته، يحتفظ بملته لكن يدفع الجزية للمنتصرين اللي هم المسلمين. إن أبى بيحارب، إذا حارب بيكون أحد أمرين، إما أن يغلب أو يغلب. إن غلب المسلمين بيعيدوا عليه الكرة ثاني، لكن غزوات المسلمين كان فيها النصر دائما في قمته للدفع الإسلامي، فيبقى ينغلب بيسترق، ودي درجة أقل من درجة الزمي اللي هو بيدفع الجزية. ما في فرصة للمساواة بين الناس. في عبارة حرية الأقلية، انتوا سمعتوها افتكر قال السيد اسماعيل الأزهري في الكلام اللي قاله للصحفيين، الدستور الإسلامي بيعطي الأقلية الحرية، حق في عباداتهم. الكلام ده في عهدنا الأولاني موجود، يعني هو لما يقول ذمي أصله دفع الجزية ليحتفظ بملته، كأنما دفع الجزية عهد علينا أن نحميه من العدو ونحميه ممن يتدخل في عبادته، ودي ما حاجة بيمن بها على الإنسان. في الوقت الماضي كانت بالصورة دي، أن الأقلية لها الحق في حماية كنائسة وفي ممارسة عبادتها في كنائسة وفي ممارسة حقوق الشخصية في أن تحتكم إلى محاكم ملية عندها. عندما أنت تتكلم عن الديمقراطية ده ما بيكفي. كلام السيد إسماعيل الأزهري في أن الدستور الإسلامي بدي الأقليات حرية العبادة، ده ما عنده قيمة هنا بالمرة، لأنه أصله عند الكلام عن الدستور أنت بتتكلم عن الديمقراطية، والديمقراطية فرص التساوي بين المواطنين من حيث أنهم مواطنين. ما يمكنك أنت أن تقول زي ما بيقال دائما في الدستور الإسلامي هسع من دعاة الدستور الإسلامي أنه دين الأغلبية حقه يكون هو الدستور. واحد من العلماء قال في الندوة بتاعت الشيخ الفاتح، قال أنه المسلمين لما كانوا أقليات في البلاد الأخرى اضطهدوا، يصبحوا كمان يصبحوا مضطهدين لما يكونوا أغلبية في بلادهم. عنده من البداهة أن الدستور يستمد من مذهب الأغلبية أو فكر الأغلبية أو دين الأغلبية، وده خطأ بحقيقة الدستور. الدستور يجب أن يستمد من الفكرة اللي بتوحد الشعب كله. الدستور ما فيه أغلبية وأقلية، لكن الإدارة والتنفيذ فيه الأغلبية والأقلية. في الوضع الديمقراطي الدستور يجب أن يكون حق كل الناس وأمل كل الناس وتطلع كل الناس. بعدين الديمقراطية تقول أنه الإدارة تكون في إيد الأغلبية، الأقلية لها حقها المحترم في المعارضة، بمعنى أن الأقلية يمكن أن ترشح لأعلى الوظائف بنص الدستور. الأقلية يمكن أن تنافس بالترشيح في أعلى الوظائف، والأغلبية ترشح. بطبيعة الوضع الديمقراطي في الانتخابات الأغلبية بتفوز، يعني رئيس الدولة يمكن أن يترشح من أي جهة، من الأقلية المسيحية أو الأقلية الوثنية أو أي جهة، حسب الديمقراطية ده الوضع. بعدين الأغلبية بتفوز مرشحة، لكن ديلك لا يمكن أن يحرموا دستوريا من الحق ده على اعتبار أنهم هم أقلية. أفتكر النقطة دي ممكن تكون واضحة. الدستور هو قامة الشعب كله، هو تطلع الشعب، أمل الشعب كله، أقليته أغلبيته.